وربتك التدريب أبغي أصاوع بك هدادي لقارن الرد المهاريب لذايرات أم العوادي القف لهن عساك ما تخيب واقصد القايد هنا نعم يا ربعنا اللي تقنصون الشعيبين قرب الوعر ومن التساهيل شرقة مدام ما معكم ولا فرخة شاهيل ما فيه داعي رعي الحرة يشكل مدام ما معكم ولا فرخة شاهيل ما فيه داعي رعي الحرة يشكل ما يلحق اللي تصفق يسار ويمين الاسود يزرق لها القاع زرقة مثل ما قال الشاعر اللي من سنين يلحق ولا منه رق الخرب يرقى عود بالله من الحسن والعين ما كل سوق إلا عرف فيه يبقى اللي قفيته كن في الوكر طيرين واللي أنا طحته ما بقلع يتسلقى ما فيه من بارود يكون تنتين لونه وجرمه وغيرها فيه بلقى هذاك لا جيته ولي منه يومين كأنه يرحب فيه هلا ومرحبا بكم أعزائي المشاهدين متابعي قناة دبي ريسينج مع شراقة صباح مميز وإطلالة ممزوجة بقطرات الندى نطل عليكم في حلقة جديدة من برنامجكم السجارة ونسرد القصة لكم عبري أنا عصام الخامري شو رأيكم مشاهدين الكرام نعرفكم بفقرات حلقتنا لهذا اليوم تقرير عن تدريب الطيور في مركز ند الشباء لإنتاج وأبحاث الصقور واستضافة السيد محمد هلال بن طراف وحوار عن تدريب طيور المركز والعلاقة الحميمة بين الصقار وطيره وشرح مفصل عن طريقة التدريب بالطيارة حياكم الله مشاهدينا متابعي برنامج السجارة من جديد نستكمل تغطيتنا لمركز ند الشباء لإنتاج وأبحاث الصقور وهذه التدريبات دائما ما تكون في الفترة الصباحية وفي منطقة ند الشباء 4 خلونا نشوف هالتقرير اللي بيوضح هاي التدريبات نتابع. مراحل متعددة يمر بها الإنسان في ظروف إما أن تكون سهلة وإما العكس وكذلك الصقور لها عدة مراحل تمر بها قبل أن تصل إلى مرحلة التدريب والتي دائما ما تكون صعبة فكسب الود بينهما يجب أن يكون تلقائيا ويجب التسامح من ناحية الصقار وأن يتفاهم مع طيره بمستوى يجعلهما في منتهى الألفة الشدة والقوة لا تفي بالغرض في كثير من الأحيان بل باللين والتعامل الحسن الطيور المتقدمة في الطيارة مثلا أكثر عندنا تمرين نحن نطيرها في الطيارة عشان نساعدنا على الصعود وعلى المناورات الطيور البادي مثلا بالخيط أو بال هذا لا بعدنا ما زالنا هاي تعتبر المرحلة الأولى المرحلة المتقدمة عندنا عن الطيور وبتشوف الباقيات كيف يدعاها نحن طبيعي يعني بس نقول الطيارة حق المناور مناورات المناور متقدمة عندنا خبرة شوية في الطيران أكثر لأنها الطيران على الطيارة التلواح التلواح طعمك هذا حق الأشياء البدائية يعني بالنسبة للطيور بالنسبة لهم بعد الجاية بس بالنسبة لهذه الطيارة عشان صعود ونزول مناورات وتعرف الطير عارف يناور التلواح لا مجرد بس مسح ودعوة عادي أساس جيد وجميل يجعل الأمور سهلة فيما بعد وتجعل الصقر مطيعا للأوامر لتأتي المرحلة التالية والتي انبنت على الأولى بالشكل الأساسي فهناك عدة طرق لتدريب الصقور قديما وحديثا وتحتاج التدريبات إلى زمن ووقت ليس بقليل ويجب التمتع بالصبر في هذه المرحلة بالذات